شاركت إحدى وحدات قوة دفاع البحرين في التمرين المشترك سيف العرب الذي انطلقت فعاليته الثلاثاء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ويشارك في التمرين عدد من قوات الدول الشقيقة التابعة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان. يأتي تمرين سيف العرب في إطار التعاون العسكري العربي المشترك وإثراء الخبرات القيادية القتالية للقوات المشتركة بهدف تعزيز آليات التنسيق وتبادل الخبرات والمهارات العسكرية لما لها من اهميه ودور فاعل في رفع مستوى الكفاءه العسكريه والارتقاء بالجاهزيه القتاليه والاداريه في مواجهه كافه التحديات